السلام عليكم طلابنا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا آخر موضوع أخذناه present perfect simple، اللي هو المضارع التام البسيط. لازم نذكر قاعدة اليوم، لأنه احنا أنا موعدكم بالظروف مالته مال المضارع التام البسيط، يعني كل ظرف إلى درس خاص قلت لكم. لكن هذا الموضوع اللي هو present perfect simple لازم اذكر قاعدته اليوم على مود اذكركم بيها. قاعدته تقول فاعل زائد has اذا الفاعل هي او she او it او اسم مفرد، ولكن have اذا الفاعل they او we او you او I. يجي بعد الhas والhave تصريف ثالث للفعل. هاي القاعدة العامة مال present perfect simple اللي هي موضوعنا الاخير. عندنا الهاز المفرد قلت لكم، والهاز الجمع بعد التصريف ثالث. النيجاتيف ما راح نسوي شيء، بس نخلي نوت بعد الهاز ونوت بعد الهاب، يعني الفاعل المفرد هاز نوت او هازنت اختصارها، والفاعل الجمع هاف نوت او هافنت اختصارها، ويبقى التصريف الثالث للفعل. حالة الكويستشن اكو معلومة عن السؤال كلكم تعرفوها، يجب ان نقدم الفعل المساعد على الفاعل. هنا الفعل المساعد اللي اقدمه اقدم هاز على الفاعل اذا كان مفرد، واقدم هاف على الفاعل اذا كان جمع، ويبقى التصريف الثالث للفعل، وبالنهايه كويستشن مارك. اليوم راح نبلش باول ظرف بهذا الموضوع اللي هو present perfect simple. طبعا به مجموعه من الظروف، اول ظرف به هو never اللي معناه ابدا. راح اكتب ملاحظه النبر مقابل، نستخدم هذا الظرف. طبعا هذا الظرف اكيد مع المضارع التام البسيط، ما يحتاج اكتب ان استخدم هذا الظرف مع المضارع التام البسيط، لان يعني هو الموضوع مالته. نستخدم هذا الظرف بعد has او have مباشرة. هاي المعلومة الاولى، هذا ظرف never اللي معناه ابدا، موقعه بعد has او have مباشرة. المعلومة الاولى. المعلومة الثانية انه ياتي هذا الظرف، ياتي هذا الظرف مع الجمله المثبته قاعديا. المثبته قاعديا شنو؟ يعني باعلها جمله مثبته ما بها نقص، قاعديا مثبته، ولكن معناها منفي. بس المعنى الظني مالتها يدل على النفي، ما بها نقص، قاعديا مثبته، لكن معناها منفي، لأنه النفر يدل على النفي، نفر معناه أبدا، يعني يدل على النفي. المعلومة الأولى النفر موقع بعد الهاز والهاب مباشرة، والمعلومة الثانية أنه مع الجملة المثبتة قاعديا ولكن معناها منفي. يعني لو نرجع للقاعدة الأساسية، القاعدة الأساسية هذا الهاز وهذا الهاب راح يكون موقع النفر بهذا المكان. يعني راح تكون القاعدة فاعل has أو have زائدا never زائدا تصريف ثالث، ما اختلف شيء، بس النبر خليناها بعد الهاز والهاب. هذا ما يخص الظرف never. نروح إلى التمرين الموجود على النبر اللي هو موجود التمرين البي صفحة 91 في كتاب الاكتيفيتي بوك. راح اوضح لكم الجمله الاولى راح اوضحها افصلها بالبدايه، اترجم لكم المنطوق الموجود فوق بالتمرين. ايش قايل لي؟ قايل لي رايت تو سنتنسز وذ نمبر اباوت يور فاميلي and your friends. تبع علي طلاب. write اكتب true sentences جمل صحيحة with never مع never. يعني هنا من قال لي never يعني present perfect simple مضارع تام بسيط. about you حولك يعني الفاعل I إذا about you. your family واحد من افراد عائلتك، لانه يور فاميلي معناها عائلتك، يعني تقدر تقول ماي سيستر ماي براذر ماي فاذر ماي ماذر والى اخره. اند يور فريندز واصدقائك، دول الاصدقاء
تقدر تقول هي، تقدر ترمز له بشيء لأنه هو your friends، واحد من أصدقائك هيري. الجملة نمبر 1 إيش قايل لي؟ قايل لي animals، حطين مجموعة أفعال رايت، hold، see، touch. شوفوا طلع animals يعني حيوانات، فعل رايت يركب، hold يمسك، see يرى، touch يلمس. هنا رايت يركب. أجي راح أكون جملة على كل فعل من ذن الأفعال. بالامتحان الوزارة ما يجيب لي أكثر من فعل واحد، يجيب لي اسم ويجيب لي فعل واحد. أنا راح أحل بالبداية على ضوء الموجود في كتاب الأكتيفيتي بوك، في كتاب النشاط، وبعدين أقول لكم طريقة الوزارة شلون تجيني. هنا راح أحط ثلاث جمل بالبداية لأن قال about you، حولك فاعل آك، your family واحد من عائلتك، ويور فريندز واحد من أصدقائك. إيش راح أقول؟ راح أقول I، الآي آخر هاب، والنبر موقع بعد الهاب، تصريف ثالث للفعل رايت هو ريدن. بالأخير إيش أذكر؟ أذكر له نوع من هذا الاسم، animals حيوانات هذا اسم، أذكر له بالنهاية نوع من هذا الاسم، نوع من الحيوانات أنا لم أركبه. هنا متقيدين بي، لازم نذكر له اسم حيوان قابل للركوب، مثلا a horse الحصان، هو قايل لي an elephant الفيل، ومو أقول له I have never ridden a cat، cat صغيرة غير قابلة للركوب، لازم أذكر له هنا حيوان كبير قابل للركوب. هذا الفعل رايت. هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية راح أكتبها about your family، هو ذاكرها، واحد من عائلتك. إيش قايل؟ قايل my sister. my sister إيش تأخذ؟ مفرد، تأخذ has، ويجي النبر بعد الhas، وبعد النبر تصريف ثالث للhold هو held راح يكون. نذكر له اسم حيوان، هنا ماكو تقييد، أي حيوان ذكره كبير أو صغير ما في مشكلة، مو مثل الفعل رايت نتقيد بالحيوان. هنا هو قال لي a scorpion معناه العقرب، أقدر أقول لها تايجر، أقدر أقول لها لاين، أي اسم حيوان عارف. نجي الجملة الثالثة، كتبنا about you فعل I، your family فعل my sister، your friends أقول هي مثلا، هي has never، الفعل سي راح يصير seen. أذكر لي أنا أبدا لم أرى أي حيوان، a tiger مثلا، a never، نفس الحيوان a horse، هنا هم ما بي تقيد، الفعل سي يرى، أنا أبدا لم أرى، أو عفوا هو أبدا لم يرى أي اسم حيوان، ما بيها تقيد. بقى عندي الفعل touch، عادي أقول I have never touched، تصريف ثالث الفعل أي حيوان، a tiger على سبيل أو a horse وإلى آخره. هاي الطريقة الموجودة بكتاب الأكتيفيتي بوك. طلابنا الأعزاء، لو افترضنا هنا ما قال لي animals، ذكر لي اسم حيوان، قال لي a horse، راح تكون أسهل يذكر لي اسم حيوان ما يقول لي animal، ويذكر لي فعل رايت. راح أقول I have never ridden، أشيل هذا اسم الحيوان المذكور، أنزل نفسه يقيدني باسم الحيوان، مو مثل هنا قال لي animal لازم أنا أجيب له حيوان، من يذكر لي أنا لا نفس المذكور أكتبه. دور أول 2016 إيش قايل؟ قايل a scorpion hold. إيش قايل لي بالمنطوق؟ جايب لي هاي الجملة، إيش قايل لي بالمنطوق؟ write a true sentence with never about you بس وساكت، يعني ما مكمل your family your friends، من يقول لي بس about you يعني لازم يكون الفاعل I، لكن إذا ما قال لي about you، قال لي about your family، ما يصير أقول له I، أقول له my sister، أقول له my brother، أقول له my father،
انا قال لي about your friends، ايضا اقول له هي او شيء، بس هو اغلب الاحيان about you يقول لك، فتقول له فاعل اي اذا قال لك about you. هاي من جايبها 2016 دور اول، ايش قايل؟ قايل رايت a true sentence with never about you، ما مكمل بس about you. يعني الفاعل راح يكون I ياخذ have النفر موقعها بعد الهاب، تصريف ثالث للفعل hold هو held. شنو التكمل؟ A scorpion عقرب اسم حيوان، ذاكر لي اسم الحيوان فأنزل نفسه A scorpion، ما ألوخ بي اسم الحيوان لأن هو ذاكره، ما قال لي animal، لو قال لي animal لازم اللي معناها حيوان لازم أنا أجيب له نوع من أنواع الحيوانات، لكن ما دام حدد الحيوان بنقول I have never، I have never held. تصريف ثالث لازم تحفظون تصريف ثالث لهاي الأفعال الموجودة بهذا التمرين، وذكرت لأسم الحيوان نفسه. الباقيات الجمل نفسها بالضبط ماكو مشكلة، يعني a game play على سبيل المثال، a game play، a game لعبة، play يلعب. هاي الجملة الثانية نفس النمط، I have never played، تصريف ثالث الفعل. هنا ما ذكر لي نوع اللعبة، أنا أذكرها مثلا تنس، لو محدد لي إياها أشيلها أخليها نفسها. هذا ما يخص النظر. الملخص، الملخص مال النظر، فاعل has أو have، نظر تصريف ثالث للفعل. النان جملة الأولى إذا قال لي animal يعني حيوان، أنا لازم أذكر له نوع من أنواع الحيوانات بالنهاية، وإذا حدد لي اسم الحيوان أنزل نفسه اسم الحيوان. هذا التمرين جاي منه بس دور واحد 2016 وما مركزين عليه زايد، بس المهم تعرفون موقع النظر، وأتمنى لكم التوفيق. شعارنا If you want 100 in English stay with us، إذا تريد 100 باللغة الإنجليزية أبقى ويانا.